ثمانية أعوام مضت على ثورة يناير يفصل بينها وبين ثورة 30 من يونيو عامان ونصف العام، هما جزء مهم من تاريخ مصر الحديث. ويرى المحللون أنه لا يمكن فصل ثورة 25 من يناير عن ثورة 30 من يونيو، لأنه لولا ثورة يناير بأبعادها المختلفة وما تلاها ثم تولي جماعة الإخوان الحكم ثم خروجهم من المشهد السياسي، ما كانت ثورة 30 من يونيو التي صححت ما انتهت إليه ثورة يناير. وقد عكست ثورة 30 من يونيو إرادة شعبية خالصة في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية بنزول الملايين من المصريين إلى مختلف الميادين، وبدأت مصر تستعيد ريادتها بتولي الرئيس السيسي المسؤولية. وكان نجاح ثورة 30 من يونيو بداية لمسيرة من التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في جميع المجالات، واستعادة لدورها الدولي والإقليمي. ويشير المراقبون إلى أن تقييم ثورة 25 من يناير بعد مرور هذه السنوات يجب أن يأتي في سياق ما أنجزته مصر داخليا وخارجيا خلال 8 سنوات ووضع الدولة المصرية على الخريطة الدولية، فمصر الآن تقف على أقدام راسخة. ويضيفون أن ثورة 30 من يونيو صححت مسار ثورة 25 من يناير في السنوات 8 الماضية، فثورة 30 من يونيو هي ثورة التصحيح التي كان لها الفضل الأول في تطوير وجه الحياة السياسية في مصر، حيث نجح المصريون والقيادة السياسية على كل المستويات في تشكيل وضع سياسي جديد، حيث أنجزت وعالجت الكثير من المشكلات وحققت استقرارا سياسيا واقتصاديا وثبتت أركان الدولة. والمهم في المرحلة الراهنة هو تفعيل دور مؤسسات الدولة بشكل حقيقي. ويضيف هؤلاء أن الرئيس السيسي أعاد مصر إلى موقعها على الخارطة الدولية والعالمية كدولة قوية يخطب ودها كل دول العالم، حيث استطاع إقامة علاقات على مستوى ندية مع كل دول العالم. ويؤكدون أيضا أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي لمعركة التنمية والنجاح الذي تحقق في السنوات الأربع لفترة حكم الرئيس السيسي الأولى، حيث تحمل عبء التنمية الاقتصادية وأصبحت مصر الآن دولة مستقرة وحققت تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية في كل المجالات. دكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، مشرفنا النهاردة في استوديو من القاهرة. مساء الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. خلينا الأول نرصد كده التغيرات السياسية اللي طرأت على مصر في أعقاب 25 يناير، لأنه جزء منها كان مرحلة الحقيقة صعبة. وأنا كنت بقول في التقديمة أنه دايماً بعد ما بتمر السنوات بيبقى فيه فرصة أكبر للتحليل. نعم بالطبع، يعني إذا كنا بنتحدث عن 25 يناير هو من الطبيعي أنه حدث هام أو حدث بارز في تاريخ مصر، له ما له من البعض يتحدث عن إيجابيات البعض يتحدث عن سلبيات، لكن لا يختلف أنه كان مرحلة فاصلة في تاريخ مصر، وبالتالي أفضت إلى كثير من السلبيات وأفضت أيضا إلى إيجابيات. يعني البعض كان يتصور أن يعني كل ما يأتي ذكرى 25 يناير يكيد لها الاتهامات أو السلبيات، لكن أنا أعتقد بالطبع هذا يعتبر نوع من الظلم لهذا الحدث والظلم لمن ذهبوا أو خرجوا في 25 يناير بحسن نية بالطبع، لكن حسن النوايا لا تؤدي دائما إلى نتائج إيجابية. لكن يعني علينا ان احنا بنتكلم على وطن وعلى بلد، فقد تكون فعلا النوايا جيده، صحيح. ولكن في ترتيبات اخرى شفناها وشهدناها. نعم. في الاحداث دعينا نبدا ببعض يعني بهذا المشهد 25 يناير. هناك ناس خرجوا نتيجه لشعورهم بان هناك تجاوزات او هناك مظاهر سلبيه في الحياه السياسيه في الوضع الاقتصادي كل هذه الامور، فبالتالي هؤلاء نعتبرهم من
حسني النوايا، فبالتالي لا يمكن أن نخطئ كل من ذهبوا، وبالتالي كان هناك كثير طبعا من ممن ذهبوا لمحاولة للخروج إلى الأفضل، لكن طبعا ما أفضل إليه الوضع لم يأتي بالأفضل، نتيجة كان هناك قوة متربصة بهذا الوطن، قوة بالفعل بتعمل في السر، يعني قوة منظمة أكثر تنظيما من الذين خرجوا بحسن نية في هذا اليوم، بما ظنت أن هذا قد يفضي إلى التغيير، وبالتالي كانت المطالب أو كانت الأمور يعني بتتغير من يوم إلى آخر، فبالتالي يعني طيب إحنا هنرجع نقف على عند المتربصين، لأن نعم. المتربصين دول ما كانوش بس بمصر، كون إن دي منظمة دولية وتنظيم سر دولي، فكان نعم. ليهم شواهد نعم. في عدة دول، بدأت برضو الأمور بثورة وانتهت إلى كوارث الحقيقة، ومحاولات الحمد لله نجينا منها في تخريب أوطان. خلينا نتوقف بس مع سريعا كده مع موجز لأهم وآخر الأنباء مع أشرف عبد العاطي، ونرجع نكمل كلام. طيب احنا بنجدد التحية بدكتور جمال سلامة. قبل الموجز كنا بنتكلم على من تربصوا نعم. بمصر، خلينا نقول، وانه ده كان سيناريو او مخطط متكرر، لانه اتعمل في دول اخرى، والاليات اللي هم استخدموها لهدم مؤسسات الدولة بكافة اشكالها، يعني دي كانت حاجة بصراحة كبيرة جدا جدا على المصريين جميعا. طب أنا في البداية تحدثت عن إجابات، وأنت استغربت لما كنت بنتكلم على إجابات. قد تكون من أهم الإيجابيات التي أفضت إلى التي يعني أفضت إليها 25 يناير هو أنها بالفعل كشفت الستار عن هذه الخدعة الكبرى، هذه الجماعة أو الجماعات التي كانت بالفعل ترفع شعارات هي أبعد ما تكون عنها، فبالتالي أنا أعتقد بالفعل، وهي وضعت هذه الجماعات أمام الشعب مواجهة مباشرة بين الشعب وبين هذه الجماعات. كان في السابق يعني ترفع مظلومية أنها كانت بالفعل كل النظم السياسية بتضطهدها منذ أيام فاروق، عبد الناصر، السادات، مبارك، كل هذه النظم السياسية أو هذه الحكومات المتعاقبة كانت بتضطهد يعني هذه من وجهة نظرهم بتضطهد هذه الجماعات، فبالتالي يعني حينما كشفت الثورة عن هذه الجماعة ويعني وكشفت في بعض الأحيان عن جزء كبير من تنظيمها السري، أعتقد أن بالفعل أصبحت في مواجهة مع الشعب، وهذا هو مكسب مهم جدا، لأن كثير من قطاعات من الشعب المصري انخدعت بفكر هذه الجماعات أو بمظلومية أو بشعارات هذه الجماعات التي كانت بترفعها حينما كانت سواء كانت تعمل تحت الأرض أو تعمل في المعارضة أو في أقلية داخل البرلمان. أعتقد بالفعل حينما يعني تولت السلطة أو كشفت عن واقعها الحقيقي، فبالتالي أعتقد يعني الشعب لفظها، فبالتالي أنا أعتقد أن هذه من الإجابات الهامة التي يعني أفضت إليها ثورة 25 يناير، برغم طبعا تحفظات البعض عليها أو كل هذه الأمور، لكن نحن علينا أن نقيم الأمور تقييما دقيقا. أكتر أو أبرز المشاهد اللي حضرتك تتذكرها في حكم جماعة الإخوان الإرهابية، يعني أنا أعتقد بالفعل هذه الجماعة هي كانت يعني في خصام مع الواقع والحاضر والتاريخ والوضع الحضاري والوضع الاجتماعي لمصر والوضع أيضا الديني أو الوضع يعني التي يمثلها الدين وسطية الإسلام، فأعتقد كل هذه الأمور فهي كانت بعيدة عن كل هذه، فبالتالي لم تستطع أن تستمر، كانت في خصام مع كل مؤسسات الدولة، كانت في خصام مع كل تاريخ وحضارة هذا المجتمع ومع الشعب فبالتالي ومع الشعب نفسه. لم تستطع رئيس يزعم بالفعل أنه أن كل المؤسسات تتأمر عليه، فكيف تحكم أنت؟ كان بيدك البرلمان وكان بيدك الحكومة وكان بيدك الرئاسة، ومع ذلك كان يعني كل هذه الجماعات بتزعم أن الشعب يتآمر عليها، الشرطة، القضاء، الإعلام،
الجيش، فبالتالي المخابرات، كل هذه المؤسسات بتتأمر عليها. يمكن يا دكتور عشان هم ما قدروش انه يخلوا يعني لو كانت كل هي دخلت في صدام مع كل هذه المؤسسات، ودخلت في صدام مع الشعب كمان، ويمكن هو ده اللي ما قدرتش ان هي تحققه. يعني انا اعتقد بالفعل ان هذه الجماعه جاءت في غفله من اهل مصر، فبالتالي يعني كثير من الشعب المصري انتخب بعض، يعني ما ظنت، سواء كان نكايه في نظام سابق او كان يحزوها الامل في التغيير. كل هذه الامور نحن يعني نتحدث عن نسبه 50% من قطاعات من الشعب يعني انتخبت هذه الجماعه او جاءت بها الى البرلمان. كل هذه الامور يعني هي قابله للتغيير، فبالتالي انا اعتقد ان كان من الوضع الصحيح بالفعل ان تاتي هذه الجماعه على الحكم وان تكون في مواجهه حقيقيه مع الشعب، بدل ما كانت في مواجهه مع الانظمه او ما كانت تدعيه بانها في مواجهه مع الحكومات او هذه الحكومات التي كانت تضطهدها، اصبحت في مواجهه من الشعب، فبالتالي يعني كان محكوم عليها انها لا تستمر. يا جماعه كانت بلا مستقبل، فبالتالي انا اعتقد ان يعني وهذه كانت مقولتي منذ ان جاءوا او قبل ان يجيئوا للسلطه، انهم بالفعل يا جماعه بلا مستقبل. فبالتالي انا اعتقد كان البعض بيخشى فتره ما، وكنا بنتكلم وقت الموجز انه يعني يستمر البطش الاخواني بالشعب المصري وبمؤسسات الدوله لفتره اطول من كده. لا، انا لم اكن في حسباني مثل هذا. انا كنت اعتقد بالفعل انها يعني لم تكن يعني لن يقدر لها البقاء، فبالتالي هي في خصام مع الماضي وخصام مع الحاضر، لأنها وبالتالي يعني. وبالتالي لن يكون لها مستقبل، فبالتالي اذا كنت اردت ان يكون لك مستقبلا عليك بالفعل ان تتعامل مع التاريخ وتتعامل مع الحاضر كما هو بواقعيه وبالفعل، وانت ان تكيف نفسك، أنت الذي تكيف نفسك كي تندمج في قطاعات هذا الشعب، لا أن تعدل الشعب على هواك أو على مذهبك أو على طريقتك. كل هذه الأمور، فبالتالي هذا يعني هي جماعة ناجحة في إدارة تنظيم سري، لكن إدارة نظام سياسي هذا بالفعل يعني ما فشلت فيه وما ستفشل فيه أي جماعة تمارس مثل هذا العمل السري. قبل ما توصل جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة، كان في مشاهد أعقبت 25 يناير زي اقتحام السجون. نعم. وحرق السجون والسيارات، وكان في عنف زي ما يكون عنف كده ممنهج، كان في مشاهد ضد مؤسسات الدولة بشكل كبير. مشاهدات حضرتك على هذه الفترة. ما هي كانت في هي تدرك تماما ان مؤسسات الدوله هي التي تستطيع بالفعل ان تقيم او تعيد ما قوضته مثل هذه الاحداث التخريبيه، فبالتالي هي كانت بتحاول بالفعل ان تقود مثل هذه مؤسسات الدوله، ما كانت بتسميه الدوله العميقه. عارفه مصطلح الدوله العميقه؟ هذا مصطلح جيد، ليس مصطلح رديء كما او مصطلح سلبي كما يظن البعض. الدوله العميقه هي مصر دوله عميقه بجذورها تمتد، هي الدوله بحدودها هذه او اكثر من هذه الحدود منذ اكثر من 7000 سنه، فبالتالي هي دوله عميقه. ماذا تريدون دوله هشه مثلا على سبيل المثال؟ فبالتالي انا لا ارفض مصطلح الدوله العميقه. هو بالفعل مصر دوله عميقه، دوله ضاربه بجذورها في عمق التاريخ، فبالتالي كان مثل هذه المؤسسات بتمثل بالنسبه للعراق. هذه المؤسسات سواء كنا نتحدث عن مؤسسات سياديه وعلى راسها القوات المسلحه المصريه، لن ترضى ولن تستكين بان يحكم مصر تنظيم سري. هذا التنظيم الذي يعني الذي يتآمر لا فقط على امن، هذا التنظيم هو كان يعتبر مناهض لاي مشروع وطني أو قومي عبر التاريخ، فبالتالي أنا أعتقد أن بقاها في السلطة كان محكوم عليه لأن طموحهم ما كانش محدود بجغرافيا المكان، يعني كان الطموح بيشمل جغرافيا أكبر من مصر كمان. لا هو يعني لكن ما هي الأدوات التي كانوا يمتلكونها؟ هي هذه الأفكار الخديعة فقط، لكنها لم يكن يملكون من أدوات القوة. يعني أنا يعني أتفهم أن يكون لدى تنظيم أو لدى جماعة أو لدى حزب بالفعل أن يكون لديها مشروع قومي أو مشروع إسلامي أو مشروع تحرري. ده لما تكون حضرتك بتتكلم على حزب مش تنظيم، يعني يصالح هو الواقع ويتعامل مع الواقع كما هو.
أما أن يتحدث بمنطق المؤامرة أو بمنطق الأوهام أو الأحلام التي بالفعل هي ليست موجودة إلا في رأس يعني من يفكرون بمثل هذا التفكير، فبالتالي أنا أعتقد أنها يعني هي جامعات استطاعت بالفعل أن تجذب بعض قطاعات من المواطنين سواء كانت في مصر أو في بعض الدول لفترة ما، لكن أعتقد أن هؤلاء الذين بالفعل انجذبوا وراء هذه الدعاية مثل هذه التنظيمات أعتقد أنهم وعوا جيدا حقيقة الدرس، إلا إذا كنا نتحدث بمن هم ما زالوا يرتبطون رباطا تنظيميا سريا بهذه الجامعات يكونوا أعضاء مثلا أعضاء فيها أعضاء. أو لكن بالطبع القطاع الكبير من المواطنين سواء في مصر أو في بعض الدول العربية أعتقد بالفعل لفظوا مثل هذه الجامعات وأدركوا زيف الدعاية. طيب الفترة العصيبة دي اللي كان فيها جميع عناصر ومشاهد عدم الاستقرار، يعني احنا من الحقيقة ما لحقناش ننساها اعتقد لانها فترة كانت لسه قريب، وصولا الى نزول الشعب المصري في الشارع في 30/6، عودة الاستقرار مرة اخرى على كافة المناحي وفي كافة القطاعات، مشاهدات حضرتك ايه سواء على الصعيد السياسي او على الصعيد كمان الاقتصادي اللي تحقق بعد الاستقرار السياسي وإعادة بناء مؤسسات الدولة من جديد؟ طبعا يعني من نافلة القول أن نتحدث عن عودة الأمن بالنسبة للشارع المصري، قد يقول قائل أن هناك بعض الأعمال الإرهابية ما زالت يعني بعض الأعمال اليائسة هنا أو هناك، لكن هذا هو سمة كثير من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة وبما فيها فرنسا بتحدث فيها بعض العمليات وبعض العمليات الإرهابية من حين الآخر، لكن هناك بالفعل قدرة كاملة من القوات المسلحة والشرطة المصرية على فرض الأمن وفرض النظام من جنوب مصر إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها، وهذا بالفعل يعني يحسب للقوات المسلحة، ولا سيما نحن في لأول مرة في تاريخ مصر أن تصبح حدود مصر كل معظم حدود مصر أو كل حدود مصر مهددة، معظم الهوامش والتخوم مهددة، معظم الواقع الإقليمي العربي معظمه مخرب، فبالتالي أن يحدث هذا النوع من الأمن في مصر بمثل هذه الكفاءة، وإن كان هناك بعض الاختراقات البسيطة، لكن أعتقد أن هذا بالفعل يعتبر نوع من الإنجاز، ويعتبر هذا هو تغير بشكل كبير جدا منذ بعد 25 يناير حتى بعد 30 يونيو حتى يومنا هذا، وهذا بالفعل بيجعل يعني نشهد حركة سياحة، وإن كانت حركة يعني نتمنى أن تكون حركة مزيد، نشهد نوع من الاستثمارات، نشهد شعور المواطن نفسه بالأمن، نشهد القوات المسلحة التي بتصل إلى أقصى الأطراف في سيناء، وهذا بالفعل يحسب أيضا للقوات المسلحة التي تمشط الآن الجبال والوديان لاستئصال هذه البؤر الإجرامية أو البؤر الإرهابية، فبالتالي أنا أعتقد أن حديث أو ملف الأمن هو ملف بالفعل يعني مهم جدا، وهذا يعني بيعني ليس مصر فقط لكن بيعني المنطقة. تحدثينا عن الاقتصاد، الاقتصاد الرئيس نفسه تحدث عن أن هناك كلفة الإصلاح هي كانت كلفة قاسية أو فاتورة الإصلاح بالنسبة كانت فاتورة قاسية بالنسبة للمواطن المصري، لكن نتمنى بالفعل أن يعني ما تشهده مصر من بعض الإصلاحات أو بعض المشروعات القومية هي بتأتي بعائد تراكمي، سواء كنا نتحدث عن قناة السويس الجديدة أو الموازية أو نتحدث عن بعض المشروعات أو حتى المشروعات الخدمية التي بتقوم بها مصر يعني بإشراف من القوات المسلحة المصرية، سواء شبكة الطرق، يعني الكل يعلم أو الكل يدرك تماما ما كانت مصر، لا أقول في 25 يناير، قبل 25 يناير يعني هذه الطرق وهذه الزيادة السكانية الكبيرة وهذا الحجم، فبالتالي أعتقد شبكة الطرق وشبكة الأنفاق وشبكة الكباري كل هذه الأمور يعني بيحسب، وإن كان عائدها الاقتصادي يعني البعض مش هيشعر بيه دلوقتي، لكن على الأقل على المستوى التراكمي بالفعل سوف يكون لها عائد اقتصادي، وإلا البديل ما هو البديل بالفعل أن يكون هناك تكدس، حركة الاستثمارات حركة النقل سوف تتوقف تكون أكثر عسرة من الآن، فبالتالي أنا أعتقد هناك إنجاز كبير جدا، لكن إلى أي مدى ارتبط هذا الإنجاز يا دكتور بتحقيق الاستقرار؟ يعني إزاي وصلنا يعني لهذا المستوى من الاستقرار
الأمني، واللي بعديه بدأت تنطلق مشروعات. كان من الصعب قوي إن حد ممكن ملفات كتير ما كانش حد يقدر يفتحها مع عدم وجود استقرار. مشروعات الكبيرة والطرق زي قناة السويس الجديدة وعاصمة الإدارية واستصلاح الأراضي إلى آخره، ولكن مثلا في جوانب تانية برضو زي المشروعات المتعلقة بالعشوائيات وتطوير العشوائيات والرعاية الصحية والإسكان، ارتباط هذه المشروعات ونجاحها بالملف الخاص بالاستقرار الأمني. هي متلازمة يعني الأمن والتنمية هي متلازمة، لا يمكن الحديث عن تنمية دون أن يكون هناك حديث عن أمن. فبالتالي إذا لم تكن هناك حكومة قوية تستطيع أو نظام سياسي يستطيع بالفعل فرض الأمن، أو أقول مصطلح فرض الأمن ليس مصطلحا يعني استبداديا، هو مصطلح بالفعل يعني مصطلح علمي، فرض الأمن على ربوع الوطن، فبالتالي أي حديث عن تنمية هو حديث لا قيمة له. حتى في ظل وجود هذه الجماعات بالفعل كان البعض يتحدث عن تهديد أمن الملاحة في قناة السويس، وأن هذه الجماعات تستطيع بالفعل أن يعني تعطل الملاحة أو حتى في قناة السويس كل هذه الأمور، أو تعطل مشروع زي مثلا مشروع الغاز الحقول. فبالتالي طبعا هي متلازمة، لا 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 تنمية دون أمن، وبالطبع أيضا لا أمن دون تنمية يعني. وهذا أعتقد أن القيادة السياسية بتعي ذلك بالفعل، لأن استمرار الأمن أيضا هو رهين باستمرار التنمية، أو بيكون هناك عجلة متوازنة، يعني هي دائرة واحدة بالطبع. يعني هي متلازمة دائرة واحدة، الأمن والتنمية، فبالتالي لا أمن دون تنمية ولا تنمية أيضا دون أمن. فبالتالي أنا أعتقد أن هذا ما تعمل فيه الحكومة المصرية بهذا الرغم. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور جمال سلامة عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، شرفتنا يا فندم جدا في هذا الحوار، وهنطلع لفاصل ونرجع لكم.